واخد حكم غيابي وانا هقدم المعارضه بكره وهخرجه. وبعدين الست عايزه تديله لقمه، يعني مش عايزه تدخله صباح حشيش. انت مالك داخله فينا شمال ليه كده يا استاذه؟ المامور مانع. معلش يا باشا، بقول لك ايه، انت الخير والبركه، انا ماليش دعوه بالمامور. والنبي تصحى معانا كده ما تقفلهاش. تضغطيش عليا يا استاذه. مع النبي يا ابني، الراجل على اللحم بطنه. يلا يا حاجه دخل له اكل بسرعه. ربنا يخليك يا سلمى، رجعي حالا لو سمحت. تنفيذ الاحكام خدوبني وقالوا لنا حصلونا على الاسم. محدش جه النهارده. هو تهمته ايه؟ التجمهر ومقاومه السلطات واحراس سلاح عالي بدون ترخيص، واخد 15 سنه. الاحكام الكبيره دي بتطلع على المديريه تتفايش وبعد كده بتطلع على السجن. يتفايش ايه وسجن مين؟ ده عيل عنده 5 سنين. 5 سنين؟ ازاي؟ معلش انا سلمى خليل المحاميه، ممكن تحكي لي حكايه ابنك ايه بالظبط؟ تجننتوا ولا جرف باخوكوا حاجه؟ قبضنا على عيل صغير وجايبينه هنا؟ امال نسلمه فين سعادتك؟ مش هنا الترحيلات ولا نقلوها؟ يا بينا مامور اسم، مش ده في كي جي 2؟ يا باشا ما هي كانت مأمورية مهببة. قول لي يا باشا ما نطلع مأمورية عشان نجيب واحد محكوم عليه، يطلع يا ميت يا مسافر يا اتجنن يا عيل صغير. بقول لك يا باشا استلم وخلصنا، ما نمتش بالي. عرفت انا ما مستلم حاجة. انت قلت ولا ايه؟ انا عايز افهم بس، كان فين مخكوا لما قبضتوا عليه؟ عمو عايز اروح الحمام. اتفضل يا بيه شخخه. القضية رقم 1502، التهم تجمهر ومقاومة السلطات وإحراز سلاح آلي بدون ترخيص. اسم المتهم معالي حسن علي حجازي. أنت متأكد؟ يعني إيه متأكد؟ أيوه طبعاً متأكد. طب ما تتأكد تاني، أصل ده عيل صغير. طب معلش يا حضرة الأمين، إحنا نقدر نلاقي علي فين دلوقتي؟ ده حكم نهائي، هتلاقوه في ترحيلات اسم مدينة نصر. إيه الكلام الفاضي ده؟ ترحيلات إيه؟ ده عيل صغير يا عالم. عيل صغير بقى مش عيل صغير، المهم تلحقوه في مدينة نصر قبل ما يترحل للسجون. أنا مش مصدق اللي بيحصل ده، والله ما مصدق اللي بيحصل. يلا بس يا أستاذ حسن خلينا نلحق. بره. يلا يلا. أيوه هو فعلاً عنده 5 سنين. طيب تمام، حضرتك تقدري تكلمينا كمان نص ساعة نكون وصلنا له بإذن الله. وحضرتك صحفية القرآن إيه؟ طب حلو جدا. شكرا لاهتمامك. مع السلامه يا فندم. هاشتاج علي فين اللي انا عملته قلب الدنيا، مخلي كل الصحفيين والمواقع بيدوروا على علي. استرها يا رب. تسلم ايدك يا حبيبتي، والنبي بقى وصي خالي عليا علشان خاطر مطلع عيني في الشغل. شفت؟ سبتك تقول لي يا خالي اهو عشان خاطر ماما بس. والله يا توفيق بجد، يا ريتك تقنعه يتجوز، ده تعب قلبي. اقنعه ازاي؟ مش مخنع نفسي الاول؟ ما هو انت اللي ضيعت نفسك، لا اتجوزت ولا خلفت. ايوه بس بصي في الاخر وصل لايه؟ يا ريت نبقى نصه حتى. يفضل نوع عليا كده لحد ما هتقعدني جنب امك. قوم يا طارق، قوم اتصلي بالمكتب شوف حكايه الهاشتاج بتاع علي فين ده. ده ركب الترند في 10 دقايق. انجزوا خلاص ومحضر اثبات الحاله دي يا بهوات، واتصلوا بيها لوجه استلموه. دي عامله تعملوها؟ النبي يا باشا ما تحسسنا بالذنب، احنا عملنا كده عشان شكينا في اهل الواد ان هم يكونوا بيتسطروا على المحكوم عليه. طب يا اخو هات ابوه، هات امه. يا باشا اللي كان موجود جده وسته. تعرفين حضراتكم لو جيت افتش بالداخليه ولا النيابه ايه اللي هيحصل؟ ده الكارثه بقى، مجلس الامومه والطفوله. يا مسعد مسعد. فرصه سعيده يا باشا. تمام يا باشا. شرفت يا بهوات. نورني يا فندم. خد علي والمحضر كشف الترحيلات وسلمه تحت. امرك يا باشا. وانت يا علي روح ابو حباي مع مسعد. يلا علي اجيب لك مصاله شفرات ولا الاثنين؟ لا انا عايز بار. خلاص الموضوع اتحل. الداخليه هتطلع بيان توضح الموقف وتقول انه كان خطا اجرائي وتشابه في الاسماء وهيفرجوا عن الولد. ايه الموضوع اللي قلب كيانكم كده؟ هو قلب كياننا احنا بس؟ ده قلب كيان البلد كلها. لو سمحت يا دفعه، ابن تنفيذ الاحكام خدوه قالوا انه هنا. هو اسمه ايه؟ علي حسن علي حجازي. ده العيال الصغير؟ ايوه. لسه راكب عربيه ترحيلات وطالع على السجن اهو. سجن؟ استنى استنى يا علي يا علي، انا هو يا علي، ما تخافش يا علي، انا عيل صغير يا علي، ما تخافش يا علي. Thank you.
مني يا ابني. يا عيني يا ضرايا. ده يا اختي ما بيعرفش يخش الحمام لوحده. هيقضي الليله دي ازاي؟ ازاي؟ يا ريتها على قد الليله دي يا ام حسن. دول 15 سنه. يا جماعه استهدوا بالله وصلوا على النبي. عليه الصلاه والسلام. ده حكم غيابي واكيد القضيه دي فيها غلط ولازم يتصلح. انا بكره باذن الله هقدم طلب لرئيس المحكمه يحدد له جلسه مستعجله. والمستعجله دي تبقى امتى يا بنتي؟ ما اعرفش والله. معلش سامحوني كده في السؤال ده. انتوا عندكم اي قريب مسجون؟ يا بنتي احنا ناس غلابه عمرنا ما نعرف حاجه زي دي. لكن بتسالي السؤال ده ليه؟ اصل قواعد السجون بتقول ان لو اي مسجون ليه قريب من الدرجه الاولى محبوس بالفعل من حقهم ان هم يقعدوا مع بعض. انت قلت ايه؟ بقول اي حد يتسجن وليه قريب في السجن بالفعل من حقهم ان هم يقعدوا سوا. كشف باسماء الوارد الجديد سعادتك. وزعوهم على الزنازين حسب مده حبسهم وسلموهم لائحه السجن عشان كل واحد يعرف اللي له اللي عليه. وعلموهم ان السجن تاديب وتهذيب واصلاح. بسم الله ما شاء الله. ابنك ده حسين؟ لا يا فندم. يبقى ابنك انت احمد. شبه مامته الخالق الناطق. انا حضرت فرحكم على فكره. فاكر؟ فاكر يا فندم سعادتك شرفتنا. بس ده مش ابني. امال ابن مين؟ ده مصيبه سعادتك وجايبينها بتوع الترحيلات. سعادتك انا بقيته معانا من ساعه ما جه. اللي قدام عليك ده مسجون ومحكوم عليه ب 15 سنه سجن. مسجون؟ مسجون يعني ايه؟ انتوا بتتكلموا جد ولا بتهزروا؟ بنتكلم جد والله يا فندم. وسعادتك لسه مضى على اسمه في الكشف حالا. يا نهار اسود. انت عملت ايه؟ معرفش. وانا كنت بلعب خلاويز جابوني هنا. حضرتك انا اتسرقت والشخص ده هو اللي سرقني واخد من شنطتي 1000 جنيه. انت سرقت حاجه من شنطه الاستاذه حسن؟ ايوه يا باشا. وال1000 جنيه ايه؟ دي الجرحه. فين الجنايه؟ معلش نسيت. يلا ثبتها بقى يا باشا. انت سوابق يا حسن؟ لا بس بحاول. بقول لك يا استاذه الواد ده غلبان قوي وارجع لك ال1000 جنيه احنا المشاوي دي ونطلعها. حضرتك احنا في النيابه ولا في الشؤون الاجتماعيه؟ لا تحترم نفسك يالا. هو الحق عليا اللي عايز اطلعك. الاستاذه قدمت بلاغ وانا اعترفت وجسم الجريمه قدام حضرتك اهو. ولما حبستنيش عشان ال1000 جنيه احبسني عشان الموبايل ده عاجبني. طب والله لا احبسك. حلو قوي. بالمره بقى اتفضل سيادتك الطلب ده. ابني محبوس يا باشا والقانون بيقول اتحبس معاه ولا ايه؟ حاضر يا حسن هكتب لك توصيه واحبسك معاه. متشكر يا باشا. عمو انا اروح المدرسه. انا مش هحل الواجب بتاعي ومش امل هتزعل. مش امل. بص بقى يا حبيبي انا بحاول افهم الظروف والملابسات اللي جابتك هنا علشان اعرف اعمل فيك ايه. طيب مين هيذاكرلي عشان مش امل ما تزعلش مني؟ مستر حسين طبعا هو اللي هيذاكر لك. مستر حسين عارف عربي زي مس امل؟ طبعا مستر حسين بيفهم عربي وبيفهم في كل حاجة. ده نائب المأمور. بقول لك يا حسين شوف لنا مكان في دار الرعاية اللي جنبنا عشان الواد ده يقعد فيه. ما ينفعش يقعد هنا. مش هيرضوا يستلموه سعادتك. السجين ده مترحل لنا احنا يعني بتاعنا. خلاص اخده يقعد معايا في البيت واجيبه بكرة. تاخد مين سعادتك؟ هو شاحن موبايل هتروح بيه؟ سعادتك دي مسؤولية. لو حصل أي تفتيش على السجن دلوقتي ولقوا السجين ده ناقص هيحصل قلق احنا مش قده. في يا أخي انت بتقفلها في وشي ليه؟ مش تقفيل والله يا فندم. انا بس بنورك لان دلوقتي لو حصل اي حاجه هقول انا حذرت معاليك وسعادتك اللي صممت. ودي بقى فيها رفد وشي يا فندم. خلاص لا انا ولا انت هنتحرك من هنا الا لما تشوف حل للموضوع ده. تضرب مولته. لو سمحت انا عايز اقابل سياده المامور دلوقتي حالا. مش يمكن علي ده يا جماعه مجرم عتيد الاجرام؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن يكون قزمه عامل فيها طفل. حصلت ولا ما حصلتش؟ شفت بقى يا باشا ان توقيت اتخاذ القرار مهم زي القرار نفسه. اهو القرار اتاخد وعدى
من غير اي شوشه تماما. مع السلامه يا باشا. موضوع علي ده عمال يكبر. وبعدين بقى يا خالي من الاخر خالك في عينك. لو قلت خالي تاني هنقلك. وبعدين الداخليه عندها قرار ونفذته، ولو في غلط في الحكم يخرج يا علي. مفيش قرار بتصدره الحكومه الا اذا كان بيصب في مصلحه المواطن. ولو مش مصدقني ادخل على مصلحتك شوف القرار اتصب فيها ولا لا. معانا اتصال استاذه سلوى من صفه اللب. ادخل. علي 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 وحشتني يا علي. وانت كمان وحشني يا حسن. انت كويس؟ حد عمل لك حاجه؟ عمل فيك ايه؟ انا كنت بلعب خلاويص اجيب البوليس هم جابوني هنا. احنا فين يا حسن؟ احنا لسه بنلعب خلاويص يا حبيبي، بس الحكايه وسعت شويه لدرجه ان البوليس جه. انت كويس؟ محدش عمل لك حاجه؟ خالص، ده حتى عمه طيب قوي وجاب لي شوكولاته ومصاصه. خلاص اطمنت على ابنك. شوف له حسين اي زنزانه يبات فيها. طب وعلي؟ علي هيبات هنا في المكتب لحد ما نشوف له حل. يبقى انا كمان هبات هنا؟ تبات هنا فين؟ ده مكتب سياده المامور. يعني سيادتك متخيل ان لبست نفسي تهمه وبقيت سوابق عشان اجي لابني؟ يبقى هو يبات في حته وانا في حته. خلاص يا سيدي بات معاه هنا. يباتوا فين سعادتك؟ سعادتك لو اي حد شم خبر ان في مساجين بايتين في مكتب سعادتك ده اكيد فيها رفد وش. جرايح حسين، هو انت جايبينك كده عشان تفدني؟ خلاص يا سيدي شوف لهم اي زنزانه يباتوا فيها. بقول لك ايه يا حسين باشا؟ يا ريت سيادتك تشوف لنا زنزانه حلوه كده تكون شرحه وبرحه وهواها بحري عشان الواد بتجيله تسلقات من الحر. انت مجنون يا ابني؟ انت في حد مفهمك انك جاي تتسجن في مراسي؟ ايه رايك بقى لو شفتك زنزانه فيها انت القم عشان لو احتجت حاجه من الكانتين بالمره؟ والله انت وذوقك بقى يا باشا مش عايزين نتقل على سعادتك. استغفر الله العظيم يا رب، ده مجنون ده يا جدعان ولا ايه؟ معاك حاجه تانيه يالا؟ لا يا باشا. افتح بقك. ايه الموز ده؟ كنت بحلق الصبح واقف في بوق. الحمد لله ان احنا لحقناه. يلا يا كوي يلا ورا ورا يا نمره منك. لو ورا ورا يا ابني ورا. استلم متعلقاته. تحت امرك يا باشا. نزل يا ابني المسجون ده على الارض. طلع اللي معاك بسرعه. محفظه سوداء لا بني غامق بها 5 جيب 500 جنيه 5 ورقات فئه 100 موبايل سامسونج كاميرتين كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه اندرويد. ده كام جيجا دي؟ هو انا بسلمه في الصيانه؟ لا 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 كل حاجه هنا لازم تتكتب بمنتهى الدقه عشان وانت خارج. افرض انا كتبت 32 جيجا وجيت سلمتك 16 جيجا يبقى شكل ايه؟ ولا ايه يا حسين بيه؟ مظبوط. فين حاجات المسجون ده؟ اكتب يا سيدي عدد واحد مصاصة لولي باب خضراء اللون بطعم الفراولة. الفراولة. عدد 2 مولتو، واحد بطعم الشوكولاتة، واحد بطعم الكريمة. كريمة.